السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم الى اخبار حضرموت لهذا اليوم، والبدايه مع ابرز العناوين. رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يطمئنان على صحه قائد المنطقه العسكريه الثانيه. محافظ حضرموت يراس اجتماعا لمناقشه اوضاع الانديه الرياضيه بالمحافظه. انطلاق فعاليات المؤتمر الجنوبي اوج بحضرموت. فعاليات نقاشية بسيئون احتفاء بيوم المرأة وعيد الأم. تكريم 210 حافظا وحافظة للقرآن الكريم بالمكلا. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى فخامة الأخ الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا للإطمئنان على صحة قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج البحسني إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى. وفي الاتصال اطمأن رئيس الجمهورية على صحة اللواء فرج البحسني وعبر عن تهانيه له بنجاح العملية الجراحية وتمنى له دوام الصحة والعافية، وأكد على أدوار البحسني ونضاله سائلا المولى العلي القدير الشفاء له وسرعة العودة إلى عمله وخدمة وطنه الذي لازال بحاجة إلى إسهامات أمثاله من الرجال في ظل هذه الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. كما أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر اتصالا هاتفيا يطمئن خلاله على صحة قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرج البحسني متمنيا له العودة إلى أرض الوطن وقد قمره الله بموفور الصحة والعافية، مشيدا بأدواره النضالية في خدمة وطنه. من جانبه عبر اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية عبر عن شكره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مثمنا موقفهم الإنساني. رأس محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك في المدينة المكلا اجتماعا موسعا لقيادات الأندية الرياضية الثقافية والاجتماعية بوادي وساحل حضرموت لمناقشة المواضيع المتعلقة بالنشاط الرياضي والشبابي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأندية. وأكد محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية تلمس الهموم والمشاكل والصعوبات التي تواجه الأنشطة الرياضية والشبابية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها والعمل على صيانة وتشغيل المنشآت الرياضية وتطويرها وتفعيل الأنشطة والبطولات. وثمن جهود مكتبي الشباب والرياضة والقيادات الرياضية بساحل ووادي وصحراء حضرموت بالدور الكبير الذي يقدمونه لاستمرار الأنشطة والمسابقات الرياضية والإنجازات المشرفة التي حققها الشباب المبدعين في كافة المجالات والمحافل والمشاركات رغم كل المعاناة والظروف العصيبة. واستعرض مديرو مكاتب الشباب والرياضة ورؤساء الأندية بالمحافظة القضايا والصعوبات التي تعاني منها الأندية والمتعلقة بالموازنات المالية والمشاريع الرياضية المتعثرة والآلية الكفيلة بتفعيل صندوق الشباب ومعالجة مشكلة الأراضي والمصالح التابعة للأندية التي تتعرض للسطو والمطالبة بتوثيقها وحمايتها. ناقشت لجنة متخصصة خطة العمل التي قدمها مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء بشأن القيام بنزولات ميدانية من قبل عدد من المختصين على المنشآت السياحية لمراقبة مدى تقييدها باللوائح والتشريعات المنظمة للعمل السياحي. وتطرق وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري خلال لقائه بمديري السياحة بالوادي وسيئون ومدير أمن سيئون إلى ضرورة تنشيط دور الشرطة السياحية وإيجاد المعالجات المناسبة لتجاوز إشكاليات العمل السياحي. المجتمعون أكدوا على أهمية استدامة عمل اللجنة في المتابعة الدورية لأداء المنشآت السياحية من خلال النزول والتفتيش المفاجئ للمنشآت السياحية والمراقبة الدورية لنشاط تلك المنشآت سعيا نحو تعزيز الأمن والاستقرار داخل مديرية سيئون. ناقش الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أوضاع السجن المركزي وأحوال المساجين فيه. وجرى في اللقاء الذي حضره مدير عام أمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت العميد سعيد علي العامري ومندوبون عن الغرفة التجارية والصناعية بالوادي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني
جرى الاستماع من مدير الأمن إلى شرح عن أوضاع السجن وأحوال المساجين والمشاكل والصعوبات التي تواجههم وإيجاد الحلول لتذليلها، خصوصا في السجن المركزي الذي يستقبل السجناء من مختلف مناطق البلاد في ظل توقف الميزانية التشغيلية منذ سنوات. الوكيل التميمي اطلع على وضع السجن المركزي وقضايا بعض المساجين الذين تأخر البت في قضاياهم في القضاء. هذا وسيتم رفع تقرير متكامل عن أوضاع السجن المركزي وأوضاع المساجين إلى السلطة المحلية بالمحافظة. وفي الوادي أيضا، نظمت إدارة تنمية المرأة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء حلقة نقاشية بعنوان المرأة العاملة بين الواقع والطموح، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وذكرى اليوم العالمي للأم 21 مارس. وعبر الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي عن سعادته بانعقاد هذه الحلقة النقاشية التي تتطلع السلطات المحلية بتوصياتها ومخرجاتها بهدف الرقي بواقع المرأة بالوادي والصحراء، إضافة إلى إكسابها المعارف والمفاهيم حول حقوقها وواجباتها في العمل بما كفله لها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، لافتا بأن واقع المرأة اليوم اختلف عن واقعها بالأمس، فقد أصبحت عنصرا مساهما في مواقع العمل والإنتاج. وأكد أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء تتطلع إلى أن ترى المرأة قيادية في عدد من مرافق وادي حضرموت. تفقد مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور ياضي الجريري مركز حضرموت للتوحد، واطلع على أنشطته المختلفة وتعرف على أبرز احتياجاته. واستمع الدكتور الجريري من مديرة المركز نيلي الجحمي إلى شرح مفصل عن أنشطته المتنوعة ودوره في مساعدة الأطفال المصابين بمرض التوحد، وبرامج التدريب والتأهيل والتدخل المبكر التي تقدمها لمعالجة الأطفال ودمجهم في المجتمع. كما تعرف على الصعوبات التي تواجه المركز خصوصا في الجوانب المالية بعد إيقاف الموازنات الخاصة به. وعبر الدكتور الجريري عن إعجابه بالجهود التي تبذل من قبل القائمين عليه في مساعدة أطفال التوحد. نظمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم مهرجان تاج الوقار لتكريم دفعة الشيخ الحافظ أشرف عبد الكريم باح حسين رحمه الله، وجرى في الحفل تكريم 210 حافظا وحافظة لكتاب الله وأربعة مجازون بالقراءة العشر وواحد وثلاثين مجازون برواية حفص عن عاصم. وألقيت في الحفل الذي حضره مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت أحمد علي السعدي ونائب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم صبري سالم بارمادة ورئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية علوي أحمد الحامد وجمع من أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاء، ألقيت كلمات هنأت الحفاظ وباركت لهم ولأولياء أمورهم، وأكدت الكلمات على أهمية حفظ القرآن الكريم، وقالت إنه من أعظم الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى الله وهو حفظ القرآن الكريم. الحمد لله، نحن في قمة السعادة والسرور والفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. إذ نحن نكرم الحفاظ، كوكبة من الحفاظ 210 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل، وتعتبر هذه من الأعمال العظيمة جدا الذي يعود بالنفع على هذه المحافظة وعلى اليمن بشكل عام. شرف لنا كبير بأن نحضر هذا المهرجان القرآني لتخريج هذه الكوكبة من الحفاظ والمجازين. إنما يدل هذا يدل على الجهود التي تبذلها الجمعية خير تعليم القرآن الكريم للمكلا، فهي جمعية رائدة في العمل القرآني ولديها التنوع في الأنشطة القرآنية. نهنئ أنفسنا ونهنئ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع حضرموت فرع الوادي الساحل على هذا الجهد الذي بذلوه وعلى هذا الحفل الرائع الذي قدموه اليوم، ونهنئ كذلك جميع الحفاظ والحافظات الذين تحصلوا على تاج الوقار وألبسوا آباءهم وأمهاتهم هذا التاج، فندعو الله عز وجل أن يبارك للجميع في هذا العمل الطيب. صراحة أقولها وبملء الفم إن محافظة حضرموت تفتخر بمثل هؤلاء، رسالة أرسلها إلى محافظ المحافظة
الأستاذ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وإلى قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فريق سالمين البحسني، أقول لكم فيها جميعا وإلى أهلنا في حضرموت جميعا وإلى العالم بأكمله أن حضرموت تفتخر بتخريج مثل هؤلاء الحفظة. والله الحمد لله اليوم بهذه المناسبة يعني أشكر أولا الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وكل الداعمين الذين قاموا بهذا الحفل المبارك، وشعوري طبعا الفرح والسرور ومثلي مثل بقية حفاظ إخواني الكرام. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في التكريم الأكبر إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله. شعور رائع جدا في هذا الحفل الكريم مع كتلة من حفاظ كتاب الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهم البلاد والعباد. أقر اجتماع عقد بمدينة سيئون وضم عدد من الدعاة والمرشدين ضرورة أن يرسخ الخطاب الديني قيم التناصح والرحمة والدعوة إلى الاعتدال والوسطية وتجنيب إثارة الخلافات والنزاعات الضيقة وكل ما يدعو إلى الضغينة والتعصب والعنف. وحثت مداخلات الدعاة والخطباء إلى الاستمرار في إقامة مثل هذه الملتقيات وخصوصا في المرحلة الراهنة التي تتطلب خطابا دينيا موحدا بعيدا عن التعصب ونبذ العنف والتطرف. واقترح اللقاء تكليف الجهات المختصة تكوين فريق يضم مجموعة من الدعاة والتربويين يعمل على إعداد تصور لبرنامج توعوي يستهدف طلاب المدارس والشباب على أن يواكب مرحلة تكنولوجيا الاتصال الحديثة كونها الوسيلة المنتشرة والمحببة للفئة المستهدفة. واختتم اللقاء بدعوة الخطباء إلى نشر الدعوة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع. اختتمت بمركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت الدورة التدريبية لطالبات قسم الخدمة الاجتماعية بكلية البنات الخاصة بالتشريعات الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث ودور الأخصائي الاجتماعي في مراحل إجراء التقاضي. وفي حفل اختتام الدورة التي نظمها مركز الأمل للتوجيه والاستشارات الأسرية بمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بالشراكة مع كلية البنات، أشارت الدكتورة نجاة أحمد بوسبع عميدة كلية البنات أن هذه الدورة هدفت إلى إكساب المتدربات المعلومات والخبرات في التشريعات الاجتماعية وتأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين في المدارس ورياض الأطفال. من جانبها قالت الدكتورة أبها عبد الله باعويضان رئيس مؤسسة الأمل إن الدورة نفذت ضمن سلسلة دورات تدريبية في مجال الاستشارات الأسرية التي ستستفيد منها طالبات كلية البنات بهدف مساهمتهن في معالجة بعض القضايا الاجتماعية للمرأة بحضرموت. شهدت مدينة المكلا اليوم انطلاق فعاليات وبرامج المؤتمر التأسيسي الجنوبي بحضرموت أوج بمشاركة وحضور أكثر من 2000 مندوب ومندوبة من مختلف مديريات ساحل ووادي وصحراء وهضبة حضرموت، يمثلون أكثر من 200 مكون وجهة ومنظمة من أغلب قوى ومكونات الحراك الجنوبي وفصائل المقاومة الجنوبية وجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وأحزاب سياسية والاتحادات العامة للعمال والنقابات السمكية والصيادية والزراعية، وتحت شعار نحو حامل سياسي واحد لقضية الجنوب. رئيس اللجنة التحضيرية عقيل العطاس قال في كلمته إنه ليس من المصادفة أن ينعقد هذا المؤتمر التأسيسي للائتلاف الوطني الجنوبي أوج بحضرموت متزامنا مع الذكرى الأولى لتأسيس قوات النخبة الحضرمية، رافعا برقية تهنئة ومباركة لمحافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية. وقال عقيل أن الائتلاف سيقف مع كل اتجاه وعمل يستهدف الخير لحضرموت ويوحدها في مطالباتها في نيل حقوقها وأمنها واستقرارها، وشدد أن الائتلاف سيقف بقوة ضد كل مظاهر الفساد والعبث بمقدرات البلاد أو يحاول أن يجرها إلى مشاريع لزرع الفتنة والشقاق والخروج عن خيارات ونضالات شعبنا. وفي خبرنا الأخير، نال الباحث عبد الرحيم حميد مبارك الحمدي من أبناء مديرية تريم درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان قسم إدارة تربوية بتقدير ممتاز على رسالته الموسومة بنموذج مقترح لتطبيق الإدارة الذاتية للمدرسة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي باليمن تطبيقا على محافظة حضرموت.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الإدارة المدرسية ومسوقات ومطلوبات تطبيق الإدارة الذاتية للمدرسة، ثم الوصول إلى النموذج المقترح لتطبيق الإدارة الذاتية للمدرسة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي. ختام الأخبار تذكيراً بأبرز ما ورد فيها: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يطمئنان على صحة قائد المنطقة العسكرية الثانية. محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع الأندية الرياضية بالمحافظة. انطلاق فعاليات المؤتمر الجنوبي أوج بحضرموت. فعاليات نقاشية بسيئون احتفاء بيوم المرأة وعيد الأم. تكريم 210 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم بالمكلا. وبالتذكير بعناوين الأخبار نكون مشاهدين قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار حضرموت لهذا اليوم. شكراً لكرمي وطيب المتابعة، وفي أمان الله.